مخاطر العودة إلى إيران وترحيلها من تركيا لاحقت المدونة الإيرانية ندى أمين، وبعد أن أوصدت الأبواب في وجهها عادت إلى حيث كتب قلمها في صحيفة إسرائيلية كانت الملاذ الوحيدة لها لترسل اليوم في تل أبيب التي ترى فيها برا آمنا بعيدا عن الملاحقة في وطنها. قالت لي تركيا أنها سوف ترحلني من البلاد وسوف يتم إرسالي إلى إيران، لذلك غادرت تركيا وكانت حياتي في خطر وعشت حياة صعبة ومليئة بالاضطهاد. لا شعور يوازي الشعور بالأمان، فهذه المدونة الإيرانية اختبرت الفزع في غير عادته إلى أن أصبحت اليوم طليقة حرة كلماتها تعبر عنها دون مرعشة أو خوف من نظام إيراني يكتم الأفواه وسلطة تركية متهمة بالتنسيق أمنيا مع طهران. بعد انتباه المسؤولين في إسرائيل، ها هي هنا في القدس ولا أعرف ماذا سيحصل في المستقبل، ولكن الحقيقة هي أنها ليست على متن طائرة إلى إيران وأنها ليست في خطر في تركيا. لقاء سري جمع ندى أمين بالمذيع الإسرائيلي من أصول فارسية أمير ميناشي لتطلعه على آخر مستجدات وضعها الحالي، وكما يبدو أن إقامتها مؤقتة هنا في إسرائيل. إسرائيل هي البلد الوحيد الذي كان مستعداً لمنحها اللجوء إلى حين أن تجد بلداً آخر. هي كانت في تركيا التي تعتبر بلد اللجوء للإيرانيين كخطوة أولى. لا يمكنك تخيل مدى صعوبة الوضع، فتركيا لديها تعاون أمني مع إيران، لذلك ليس هناك شك في أنها كان من الممكن أن تسجن أو تعدم. تاريخ إيران في استهداف الصحافة المستقلة حافل، فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات باعتقال أو تهديد حياة الصحفيين وإجبارهم على إغلاق منافذهم الصحفية. طمع الصحفيين في إيران خلال السنوات الأخيرة كان أشد قسوة مما كان عليه من قبل. النظام الإيراني يسمح للناقد أن ينتقد دون المساس بالخط الأحمر، وأعتقد أن ندى أمين أولاً كتبت نقداً حول النظام في إيران، وكتبت مؤخرا عن انتخابات الرئاسة في إيران، وثانيا كانت تتعاون مع صحيفة إسرائيلية. وقبل عام من الآن كانت طهران قد حكمت على 3 صحفيين بالسجن لمدة طويلة مشددة قبضتها على حرية الصحافة، عداك عن أشخاص فروا باحثين عن أمن خارج إيران تماما كندى أمين التي وجدت هذا الأمن هنا في إسرائيل. من القدس لليوم على الحرة، مرام مصلح.